السلام عليكم حبيبات ديالي، نقترح عليكم بشاميل سهلة التحضير والجديدة. مكوناتها بسيطة، نحتاج في المكونات 20 غرام من الزبدة، جبنة مثلثة واحدة، زعتر مجفف، والقليل من جبن الغوية، ويمكن السيدة تستبدلو بأي جبنة مبشورة، فلفل أسود وملح، 20 سنتيلتر من الحليب السائل، ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض، على نار متوسطة نضع الزبدة، حتى تذوب، ثم بعد ذلك نضيف لها الدقيق، بضع دقائق حتى يتحول اللون ديالو الأشقر فاتح. بعد ذلك نضيف الحليب ونستمر في التحريك، حتى نحصلوا على خليط بهذا القوام. تنضيفوا له باقي المكونات من جبن مثلثات وجبنة مبشورة وزعتر مجفف. بالنسبة للمنسمات تتبقى على حسب الرغبة. العناصر اللي ضفت في الأخير هي كتبقى اختيارية، يمكن السيدة تضيفها كاملة أو يمكن تضيف جزء منها ويمكن تستغنى عليها تماما. تنبقى ونخلطو حتى كنحصلو على القوام المطلوب، عفوا، وتنأسيزونيو بالفلفل الأسود والملح في هذه المرحلة، كذلك الملح والإبزار كيبقاو على حسب الذوق. وها هي البيشاميل ديالنا اصبحت جاهزه. كيف ما قلت لكم التكستور تتبقى على حسب الرغبه ونوعيه الشهيوه اللي غادي نعملوها فيها. كنتمنى تنال اعجابكم وصفه اليوم. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، ويضغط على زر ابوني وسبسكرايب.